انه يرجع تاني زي زمان عنده ماتشات وكده. فيعني انا شايف خطوه كويسه للاهلي واعتقد نفسيا مريحه جدا للاعبين يطلعوا من حاله الاكتئاب اللي هم فيها. لو طلعت تلاقي كلهم حتى ما بين دقنهم كده حاله اكتئاب واضحه عليهم او معظمهم يعني. كانوا بيمثل حاجه لهذا الخروج عن هذا السفر خارج يعني زي اي واحد طبيعي لما بيحصل له مشكله دايما يقول لك سافر يعني غير جو يعني. فانا شايف ده هي مفيد جدا للاهلي بالذات ان الاهلي هو اكتر فرقه عندها صدمه نوعا ما غير الزمالك غير الاسماعيلي غير اي فرقه يعني. وخاصه ان مرحله مهمه لان الاهلي ربما الحاله اللي عاشوها الحاله النفسيه صعبه جدا صعبه جدا واللي ربما حتى من ناحيه اعلاميه في ضغط هنا من طبعا هذا الجانب يعني اللعيبه نفسهم هم داخلين التمرين على طول الناس حواليهم عايزين حوارات حاطينهم تحت ضغط هتلعبوا مش هتلعبوا فدايما يشوفوا حتى النادي نفسه دلوقتي تحس هو ممكن يفتكروا الذكريات مؤلمه بالنسبه لهم لكن لما يطلعوا نوعا ما يبتدوا يعني يطلعوا من المود. نعم لان خاصه يستعدوا لبطوله افريقيا مهمه وربما حتى الاعلام هنا والصحافه ربما كانت توجه اللوم لبعض لعيبه الاهلي اللي اعلنوا اعتزالهم ويقول لك ما يتاجروش بدم شهداء، لكن هي شعور طبيعي لاي انسان شاهد هذه المساء اكيد عبر عنها بهذه الطريقه، حتى ربما البعض قال ليه الاهلي ما بيش يلعب الدوري ويلعب في بطوله افريقيا؟ لان بطوله افريقيا لو ما لعبش فيها حيحرم منها خمس سنين. هيحرم بالظبط. ففي تناقض في هذه الامور. فهي الامور حتتعالج مع الوقت يعني. هو طبيعي بص سنه الحياه يعني برضو كل واحد ليه حد قريب يتوفى بتاع بيزعل شويه وبعد كده الحياه بترجع ومش بتنسى يعني خلاص لازم تتعايش مع الوضع اللي انت فيه. بس احنا زي ما انت قلت عندنا في مصر هنا احنا كل يوم بنجدد الاحزان كل يوم يعني حتى في ضغط قوي على حته خلاص الموضوع انتهى وفي زي ما قال حازم القضاء ماشي وكل واحد يشتغل بالظبط واحنا ككوره بقى تبتدي الكوره تشتغل ولازم يبقى في قرار برضه من اتحاد الكوره اداري للموضوع دوت ونمشي في الحياه يعني خلاص مش هنقدر قاعدين لغايه ما نقعد شهر شهرين ما فيش كوره لا الكوره لازم ترجع والقضاء لازم ياخد مجراه برضه في القضيه ويرجع الدوري تاني بشكل فيه ضوابط كتيره يعني لازم في ضوابط في رجوع الدوري يعني زي ما قلنا قبل كده يمكن كنا هنا في الاستوديو في ماتش تقريبا المحله قلنا كان لازم الدوري يرجع بضوابط ما ينفعش يرجع كده من غير الامن من غير تحديد ساعه الجمهور مهم جدا ضروري وهذا متخذ في الدوري التونسي بساعه جمهور معينه يحضر الماتش لغوا جمهور يعني دلوقتي في تونس زي السنه اللي فاتت كان المفروض هيرجعوا السنه دي وبعدين بعد اللي حصل لنا قال لك ما فيش جمهور خالص وهيلعبوا من غير جمهور ابتدي فتره من غير السنه اللي فاتت كلها عملوا من غير جمهور فتره من غير جمهور وبعد كده حدد بقى الساعه لو الاستاد بياخد 20,000 يبقى 5,000 بس متفرج بس ده يعني لازم الامن هو اللي يساعد في كده يعني اتحاد الكره ممكن ياخد قرارات ولكن مين هينفذ القرارات دي؟ لازم الامن يرجع بقوه عشان تقدر تدير المرحلة الجاية في الرياضة في مصر. إذا هذه هي الجالية المصرية في استقبالها للنادي الأهلي في الإمارات خاص باستوديو الحياة هذه الصور التي تتابعونها مشاهدينا الكرام و نسمع صوت استقبال الجماهير وهتافهم الرائع في استقبالهم للأهلي. إذن هذه الصور كما ذكرت خاصة باستوديو الحياة وتابعناها مشاهدينا الكرام ونتابع أيضا ونستكمل بقية أخبارنا بعد ما تحدثنا عن النادي الأهلي وأخبار النادي الأهلي ورحلة المعسكر الإمارات.